شاء الله في مهرجان، ليه مهرجان باب البحر. اليوم باش يكون فما ندوة صحفية الساعة 4 في مقام سيدي يحيى، وغدوة إن شاء الله في ورشة عمل في الجامعة، جامعة سوسة، في ورشة عمل مع الموسيقيين في المعهد العالي للموسيقى، وكمان في معرض للصور الفوتوغرافية في المعهد العالي للفنون الجميلة في سوسة، وأخيرا مقهى ثقافي غدوة الأربعاء متاع العشية في مقام سيدي يحيى بعنوان باب البحر. باب البحر سوسة اسكندرية. نهار السبت الحفلة الكبيرة لهنا، حفلة باب البحر في سوسة. نستناوكم الناس الكل، الناس الكل نستناوكم، تكونوا معنا إن شاء الله. مستنياكم يا أستاذ.